كان باع بيته مقابل مبلغ 800 مليون سنتيم. بعدها بفترة تعرض إلى حالات نفسية جعلته أنه يبحث عن حلول باش يخرج من هذه الأزمة اللي كان يعيشها هو والعائلة دياله. زوجة العملية عاود الولد توفى في وسطها، عاود ضربت أهلها مال هنا. يعني باختصار كنت نحط مليون بعض الأحيان جرب مشي خطأ مشي زوج مشي ثلاثة مشي ربعة نحط مليون 100 150 200 أشخاص. جاب راقي للبيت، لكن هذا الراقي على حد قوله نصب عليه وسلبه 800 مليون سنتيم، واليوم قادر ويبحث على هذا الراقي اللي سرقه وخلاه يصارع في مشاكل كبيرة. كاين سراق سرق لك دراهمك باسم الرقية، ولا بد أن نبحث عنه، ولا بد أن يقبض عليه ويزج به في السجن. 49 سنة اللي رد هذه السيف. وقع حد الحكايه، رقالك ولا مرقالك؟ مرقالي. رقالو ودالو 800. شبا يرقالي دروك الله فيها، شبا يرقالي انا الله فيها. ما عندكش ادله ملموسه تقدر تكون اساس قضيه اصلا. امي تاعي تمشي، شوف بنتي تمشي، ما نحوس حتى على حد. هالطفلة الصغيرة اللي تعاني من ورم على مستوى الظهر، وجاو البرنامجنا باش يجريوا عملية جراحية إن شاء الله، لعل وعسى إن شاء الله تبرى رحمة وتكون كما هي كما سائر الأطفال. الطفلة هذه زادت هكذا، حبيت ندير لها عملية باسكو أمية تاعي. وش بيها رحمة؟ وش عندها؟ عندها ورم، عندها في ظهرها. أمية تاعي أنا نحب باش تمشي. زادت انا نجري بها هنا في الجزائر، والله غالب هنايا قالوا لي 95% العمليه ما تنجحش. يعني يمكن يكون تحدي من طرف الاطباء، يعني اي طبيب ربما يشاهدنا والله يقدر يتصل باش ياخذ الملف الطبي تاع هذه الطفله. ايما انسان عنده زكاه او صدقات او حب يخلي صدقة على باباه ويماه، يعني ها هي رحمه موجوده. 140 مليون اي والو، 140 مليون. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهره الاربعاء على 9:30.